مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا الفقرة الأخيرة هيكون منورنا فيها الفاشن بلوجر الصغيرة كارما رامي وشيف دعاء حامد. أهلا بحضرتك، أهلا. منورين طبعا النهاردة. طبعا احنا معانا هنتكلم في حاجتين، نتكلم عن الفاشن وهنتكلم عن الحلويات. سريعا نبدأ مع كارما وبعدين نكمل عن الحلويات. كارما النهاردة الأول عرفينا بنفسك. أنا كارما رامي، أنا صوت أعلى بقى. فاشن بلوجر. انا دايما بحب الفاشن يعني، وبحب ان قولي انا الاول عندك كام سنة؟ 12 سنه 12 سنة، يلا. بحب يعني ان انا انسق الاوتفيتس وكده عشان تطلع من حاجه سيمبل يعني حاجه جميله يعني، حتى لو مثلا نازله انا مستعجله البس حاجه حلوه يعني. طيب عاوزاكي تكلميني بقى ايه موضة صيف 2020 والشتاء، سريعا عرفيني اكتر ايه؟ اكتر حاجه موضه في صيف 2020 كان في اللي هو الدانيم جاكيتس. احنا كان ممكن ان احنا مثلا نعمل من الفساتين السيمبل نلبس عليها دانيم جاكيتس عشان يعني تعمل حاجه حلوه، في مثلا فستان بلين مثلا زي هي حاجه ده مثلا فستان بلين خالص. احنا كنا ممكن يعني زي نحط له حزام كده عشان يعمل له كده نغير شكله. نعمل له كده شكل حلو يعني، يخليه في شكل حلو. طب عاوز اعرف منك بقى ايه الالوان الترندي اللي معايا اللي طالعه. اكتر لين ترندي طلعوا في 2020 كانوا البينك والاورنج. البينك دايما دايما موضه، صح. وكانوا دخلوا معايا كمان الاورنج، كان حلو قوي. طيب كارما انا عاوزاكي تقولي لي نصايح للبنات اللي في سنك، اكترنا بيبقوا احنا كبار كمان بيبقى عندنا ملابس في الدولاب مش بنعرف ننسقها او نستخدمها، صح ولا ايه شيف دعاء؟ صح. فعاوزاكي تقولي لنا ازاي بننزل الدولاب قدامنا وبرضه ما بنعرفش ننسق اللبس، فادينا افكار. بص، هو مثلا لو انا بنت طويله اكتر حاجه بتليق مثلا البنطلونات الواسعه او الحاجات الواسعه عموما، بتخلي الحاجه سيمبل حاجه يعني حلوه مديها شكل كده. اقل حجما او طولا، صح. ومثلا لو انا قصيره الحاجات الواسعه بتبين ان انا قصيره قوي او بتبين شكلي مش لطيف، فممكن مثلا اللي هي الحاجات القصيره بتبقى احلى مثلا، او اللي هي الشورتس الواسعه دي على شيرتس واسعه برضو بتبقى حلوه قوي. طب قوليلي ازاي كمان اكتر من اوتفيت من حاجة واحدة مثلا، يعني يعني مثلا ممكن ان انا اي تي شيرت ادخله مثلا في البنطلون، او ممكن ان انا البس عليه دينم جاكيت، او زي ما قلت لك في الاول الفستان ممكن ان احنا نديله شكل مثلا لو هو سيمبل. عايزين نتكلم عن ده. هو ده الدينم جاكيت. نتكلم قوليلي بقى نلبسه. لا انا بتكلم بقى عن القطعة دي، عاوزة اعرف ازاي البسها باكتر من طريقة. ممكن مثلا ان انا البسها على الفستان ده، يعني ده مثلا فستان تمام. ملهوش شكل، ممكن ان انا البسه على الجاكيت يديه كده شكل حلو قوي، وممكن طيب عاوزاكي برضو ان انا البسه على شيرت عادي، فممكن ان انا اديله اكتر من طريقة يعني، يعني كده اكون اكتر من اوتفيت بحاجة واحدة. برافو عليكي، انا استفدت منك. ولا ايه رايك في الدعاء؟ لا ما شاء الله. هي سنها 12 سنه طبعا وانا متفاجئه بيها، بس لازم هيكون لينا فقره اكبر من دي. بشكرك جدا يا كارما، شكرا. واتمنى لك مستقبل كبير في عالم الفاشون والازياء طبعا زي ما قلتي لي، وبرافو عليكي، احنا استفدنا منك كتير جدا وكل اللي بيتفرجوا علينا كمان، وانا شخصيا استفدت منك كذا حاجه قلتيها كده نتكلم فيها بعدين. بشكرك جدا. وهنروح بقى لشيف دعاء. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك طبعا بتشرفينا للمره الثانيه في البرنامج. بس النهارده عاوزين بقى نتكلم، نوجه بمعنى اصح رساله للاطفال اللي في البيت والامهات، ازاي نقدم الحلويات. اولا انا عاوزه اتكلم في حاجه مهمه، ان احنا كلنا عارفين ان الحلويات غلط وفي امهات بتمنع اولادها منها، وطبعا الجسم بيفتقد السكريات، فكلمينا بقى هل فعلا ده مضر ولا لا؟ هو اي حاجه تزيد عن حدها تتقلب ضدها زي ما بيقولوا. بالظبط. خير الامور الوسط. لا ما ينفعش ان انا استغنى عنها نهائي، لان الحلويات برضو بتمد الجسم بالطاقه، بترفع هرمون السعاده في الشوكليت. الشوكليت ايوه صح، كل وكمان الاطفال الشوكليت فيها بروتين اللي بيكون في بالظبط الحليب. بالظبط. لما بنعمل حاجتنا في البيت طبعا غير ما بيشتروها من بره بتكون فيها السمنه، بنستعمل لا بس انا بوجه رساله ان هم يشتروا من شيف دعاء عشان انت شاطره جدا ربنا طبعا، يكرمك وده عشان كده انا قلت لك لازم تكوني معايا في فقره النهارده علشان انت اكتر حد ممكن يؤتمن ان هو يوصل الرساله دي. الله يكرمك. فكملي لنا الكلام. انا يعني انا بوجه رسالتي ان هم بدل مثلا ما اشتري مصاصه، المصاصه وفيها الوان ضاره، فيها الوان سكريات عاليه جدا سكريات ومواد ومواد حافظه. مصنعة. بالظبط. ليه ما اعمل لهمش حاجه زي الكيك بوبس دوت مثلا؟ زي الكيك بوبس. الكيك بوبس بعمله في البيت.
وبيبقى شكله زي المصاصة، طعمه لذيذ جدا، بالظبط. وياخدوها معاها المدرسة بدل ما اشتري المصاصات والحاجات دي. حتى تبص صح ولا ايه رأيك؟ عندنا طبعا النطي او الجوزيه، ده الجوزيه دي حلويات روسيه. حلويات طبعا انا مش شفتش حد بيعملها غيرك لحد دلوقتي. انا جربتها حلوه جدا. بتتحشي طبعا، يعني انا ممكن بالنسبه للاطفال هي بتتحشي نوتيلا، بتتحشي توفي، ممكن احشيها تمر مع التمر مكسرات، يديني طاقه وفي نفس الوقت يبقى مفيد للجسم، وحاجه سكريات برضو حاجه حلوه بس تبقى مفيده. بشكرك جدا يا شيف دعاء. عاوزاكي سريعا نوصل رساله للامهات، امتى يدوا مواعيد للاطفال مثلا يعملوا يقدموا فيها الحلويات للاطفال عشان ما تبقاش بشكل دوري فتبقى مضره؟ ممكن مثلا نحدد يومين في الاسبوع، ممكن تبقى اقول مثلا ان احنا بناكلها في اعياد الميلاد، في الحفلات، مناسبات يعني عموما. ممكن الصبح وهو رايح المدرسه نحط في اللانش بوكس بتاعه قطعه كيك مثلا. زي ايه من هنا مثلا؟ ممكن قطعه كيك من ديت، بنشتري الاكياس ديت ونحط فيها قطعه زي ما انا عامله هنا كده، تمام، ونحطها في اللانش بوكس بتاعه. حلوه قوي دي. ممكن زي الدوناتس دي اللي ما فيهاش شوكليت، ممكن زي الدوناتس، براونيز كيك، التارت. التارت التارت ممكن يعني برضو. في افكار كتير ومناسبه للاطفال وممكن تتحط في اللانش بوكس في المدرسه، تبقى مميزه جدا وفي نفس الوقت مفيده، يعني مش اللي هو بشتري حلويات وخلاص. انا بشكرك جدا. طبعا احنا وقتنا خلص بسرعه قوي، وطبعا لازم يكون لينا فقره خاصه نتكلم فيها عن الكلام ده عشان هو ما بيخلصش اصلا. بشكرك جدا يا شيف دعاء على النصايح اللي قدمتيها النهارده. كارما كمان بشكرك، شرفتوني النهارده. مشاهدينا حلقتنا انتهت النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده الاسبوع القادم. شكرا لكم.